بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الثانية اللي بسجل فيها هاي المحاضرة، المرة الأولى بعرفش إيش صار معي وما طلعش بالفيديو. نكمل موضوعنا، بدينا الحكي عن طبعا احنا بشابتر 9 اللي هو سيستم ودينامكس وسيستم وبارتيكلز. شفنا السنتر اوف ماس واللينير مومنتم والانجولر مومنتم هلا الانرجي اوف ذا سيستم، وشفنا انه الشغل كل المبذول على النظام يساوي تغير في الطاقه الحركيه تماما، مثل مبرهنة الشغل والطاقة الحركية لجسم مفرد. وبينا أيضا أنه يمكن كتابة الطاقة الحركية بهذا الشكل اللي هي الطاقة الحركية لمركز الكتلة زائد الطاقة الحركية للحركة بالنسبة لمركز الكتلة. نرجع على الشغل، طبعا الشغل عبارة عن سميشن على ألفا على أساس سميشن على كل البارتكلز عندنا اللي هو بشكل عام واحد لإن. الشغل عبارة عن F dot dr، لكن ال F الفا، الفا اللي هي القوى المؤثرة على الجسم الفا، يمكن قسمناها لجزئين اللي هو F الفا external القوى الخارجية و F الفا بيتا summation على بيتا. F الفا بيتا هاي ايش؟ القوى الداخلية، القوى اللي بأثر فيها الأجسام مختلفة على الجسم الفا، على الجسم الفا. الآن يعني إذا كانت القوى الخارجية وأيضا القوى الداخلية قوى محافظة، فبتكون مشتقة من طاقة وضع بهذا الشكل، F الفا external تساوي ناقص gradient U، U الفا، طاقة الوضع سميناها U الفا، طاقة الوضع الجامد هو مرتبطة بالقوة الخارجية U الفا، وهاي الـ subscript الفا هون إنه الاشتقاق بالنسبة لإحداثيات الجسم الفا، أيضاً الـ F الفا بيتا ناقص gradient بالنسبة لألفا U الفا بيتا بار، إذا هاي U الفا بيتا بار هي طاقة وضع الداخلي، طاقة وضع المتبادلة بين جسم ألفا وبين جسم بيتا، وهذه الكمية تعتمد فقط على المسافة بين الجسمين ألفا وبيتا. فلو عوضنا الحد الأول، الحد الأول تصير محل في ألفا إكستيرنا ناقص جريدينت ألفا يو ألفا ضد دي آر. الجريدينت يو ضد دي آر عبارة عن دي يو، عبارة عن توتال ديفرنشال ليو، ولما نكامل بتروح تصفي إيش يو، إذا هاي عبارة عن ناقص سميشن على ألفا يو ألفا من واحد إلى اثنين. إذا السميشن ألفا يو ألفا عبارة عن إيش؟ عبارة عن طاقة وضع جاية من القوى أو المرتبطة بالقوى الخارجية. نفس الشيء الآن الحد الثاني في علاقة الشغل، إف ألفا بيتا تساوي اف الفا بيتا، قبل الان ما نعوض مكانها ناقص جريدينت الفا يو الفا بيتا، اف الفا بيتا ضد دي ار الفا، اذا اخذنا الشرط انه الفا اقل من بيتا فبنقدر نكتب اف الفا بيتا ضد دي ار الفا زائد، نعكس الان زائد اف بيتا الفا ضد دي ار بيتا، ولكن الاف بيتا الفا تساوي ناقص اف الفا بيتا اف. فالحد الثاني شو بصير؟ بصير ناقص اف الفا بيتا ضد دي ار بيتا، والحد الاول كما هو. الان المتجه دي ار الفا ناقص دي ار بيتا بنقدر نكتب اختصارا دي ار الفا بيتا. الان التوتال ديفرنشال لليو بار، ليو الفا بيتا بار، التوتال ديفرنشال الها كونها بتعتمد على احداثيات الالفا واحداثيات البيتا، اذا مره المشتقات الجزئية بالنسبة لإحداثيات الألفا اللي هي يعني X ألفا وY ألفا وزد ألفا، ومرة على إحداثيات البيتا اللي هي X بيتا والباي بيتا والواي بيتا والزد بيتا. طبعا summation على I من واحد لثلاث، اللي يعني إذا كانت الـ I واحد يعني هاي الـ X، وإذا اثنين Y، وإذا ثلاث يعني زد. الآن هاي من تعريف الدوت برودكت، هذا الحد عبارة عن إيش؟ عبارة عن دوت برودكت بين الجريدينت ألفا يو ألفا بيتا، يعني هاي مركبات الجريدينت يو الفا بيتا بار، هاي مركبات الدي ار الفا، اذا هاي جريدينت يو بار ضد دي ار الفا زائد جريدينت بيتا يو الفا بيتا ضد دي ار بيتا، ولكن الجريدينت الفا يو الفا بيتا شو تساوي؟ ناقص اف الفا بيتا من الصفحه الماضيه. الجريدينت بيتا يو الفا بيتا
تساوي ناقص اف بيتا الفا، لانه هاي اشتقاق بالنسبه لاحداثيات بيتا، والاف بيتا الفا هي مؤثره على بيتا، هي القوى المؤثره على بيتا. اذا جريدينت بيتا ناقص اف بيتا الفا وتساوي زائد اف الفا بيتا، زائد اف الفا بيتا. اذا دي يو الفا بيتا تساوي ناقص اف الفا بيتا دي ار الفا زائد اف الفا بيتا دي ار بيتا، ناقص تساوي زائد. اذا ناقص اف الفا بيتا دي ار بيتا. اذا لاحظ الحد الثاني بالشغل هيو اذا هاي شو تساوي مكان هذا التكامل؟ نقدر نحط كان الاف الفا بيتا دي ار بيتا، شو نقدر نحط؟ ناقص ديو ناقص ديو. اذا الحد الثاني ناقص ديو الفا بيتا ويساوي ناقص سميشن الفا اقل من بيتا يو الفا بيتا. الان اذا الشغل شو يساوي؟ ناقص سميشن الفا والفا من واحد لاثنين، ناقص سميشن على الفا بيتا، ولكن الشرط الفا اقل من بيتا يو الفا بيتا من واحد الى اثنين. الان لو عرفنا بان التوتال بوتنشال انرجي، التوتال بوتنشال انرجي للنظام تساوي سميشن على الفا يو الفا زائد سميشن على الفا وبيتا، لكن الفا اقل من بيتا الفا بيتا بار، يكون الشغل شو يساوي؟ ناقص يو، ناقص يو من واحد لاثنين، يساوي يو واحد ناقص يو اثنين. طبعا هاي منطقي الشرط، يعني لانه راح يكون عندك لازم الفا تكون اقل من بيتا، فعندك مثلا يو واحد اثنين، حد يو واحد اثنين بطاقة الوضع المتعدد بين واحد واثنين. لو قلنا يو اثنين واحد ما لها معنى، لان الـ 1 2 نفسها يو 2 1. اذا الشغل كله يساوي يو 1 ناقص 2، لكن ايضا الشغل كان يساوي تغير في الطاقه الحركيه تي 2 ناقص تي 1. اذا النتيجه انه تي 1 زائد يو 1 تساوي تي 2 زائد يو 2، وبالتالي الطاقه الميكانيكيه محفوظه، الطاقه الميكانيكيه لنظام محافظ بتكون. الان تعليق على هذا الحد اللي هو سميشن على الفا وبيتا، الفا اقل من بيتا والفا بيتا بار، هاي هي طاقة الوضع الداخلية، طاقة الوضع الداخلية للنظام. لأن الريجيد بودي، لأن الريجيد بودي اللي هو الجسم الجاسر أو الجسم الصلب، تعريفه هو الجسم اللي المسافة بين أي نقطتين ما بتتغير خلال حركة، المسافة بين أي نقطتين عليه ما بتتغير خلال حركة. بالتالي طاقة وضع للجسم الجاسر، طاقة وضع داخلية للريجيد بودي راح تكون ثابتة، لأنه هي بتعتمد على المسافة بين النقطتين، وإذا المسافة ثابت إذا طاقة وضع ثابت. إذا طاقة وضع الداخلية للريجيد بودي ثابت، وبالتالي يمكن إهمالها وضعها تساوي صفر، لأنه إحنا فهمنا التغير the difference in potential energy that is physically significant، الإشي اللي له معنى فيزيائي والتغير في طاقة الوضع وليس القيم المطلقة لطاقة الوضع، بالتالي للريجيد بودي يمكن إهمال طاقة الوضع. نختم بهذا المثال، مثال مهم، لأن مقذوف في ينطلق مقذوف في لحظة معينة، طبعا كتلته كابيتال إم وسرعته في عند لحظة معينة، عند هذه اللحظة انفجر إذا إلى ثلاث أجزاء، انفجر إلى ثلاث أجزاء، الام واحد كتلتها ام على اثنين، والام اثنين كتلتها ام على ستة، والام ثلاث كتلتها ام على ثلاثة. الان سرعاتهم مباشرة بعد الانفجار، one mass travels in the original direction of the projectile. اذا الجزء الاول تحرك بسرعة لو سميناها في واحد بنفس اتجاه السرعة، نفس اتجاه سرعة المقذوف قبيل الانفجار، نفس سرعة اتجاه سرعة المقذوف قبيل الانفجار، مباشرة على الانفجار. ام واحد تحركت بهذا الاتجاه، نفس اتجاه البي. ام على ستة travels in the opposite direction than البي اثنين، لسرعة الام اثنين مباشرة بعد الانفجار بعكس اتجاه السرعة الاصلية، لان البي اثنين زي ما انتم لاحظ معاكس الى بي بالاتجاه. والام ثلاثة comes to rest، اذا مباشرة بعد الانفجار سرعة هاي صفر، سرعة مباشرة الانفجار صفر، في ثلاثة سرعتها صفر. احنا بدنا نطلع السرعات، بدنا نطلع what are the velocities، بي ثلاثة سرعة، بدنا نطلع البي واحد والبي اثنين، لأنه مش معطيني معلومة عن قيمة البي واحد وقيمة اثنين وفي اثنين، وإنما معطيني معلومة عن اتجاههم، معطيني عن اتجاههم. البي
واحد بنفس اتجاه ال V. لما يكون عندك متجهين بنفس الاتجاه، إذا واحد فيهم يساوي الآخر مضروب في عدد، مضروب في عدد موجب. إذا بي واحد إذا نقول تساوي كي واحد في بي، بي واحد تساوي كي واحد حيث كي واحد موجب في بي، هذا يعني إنه بي واحد نفس اتجاه البي، لكن مقدار مش عارفينه، بنعرفه لما نطلع إيش كي واحد، إذا كي واحد مجهول. البي اثنين يساوي ثابت آخر كي اثنين في، لكن ثابت موجب لكن نضرب في سالب حتى نضمن إنه بي اثنين معاكس إلى اتجاه البي. إذا عندنا مجهولين كي واحد كي اثنين، كي واحد وكي اثنين، فبنحتاج لمعادلتين اللي هي حفظ الزخم الخطي هاي معادلة، وحفظ الطاقة معادلة ثانية. لكن بعطي لي معلومة بخصوص الطاقة، بقول إذا energy E released in the explosion is equal to 5 times the projectile's kinetic energy at explosion، الطاقة التي حررت في الانفجار تساوي 5 أضعاف الطاقة الحركية للمقذوف عند الانفجار. فالآن إذا نبدأ بـ conservation of linear momentum زي حكينا، زي ما حكينا في عندي جسم كتلته m وسرعته v، إذا زخمه m في v، زخمه m في v يساوي، ولاحظ السرعات كلهم بنفس الاتجاه، لأن هاي مباشرة قبل بعد الانفجار، فهاي اتجاه معين كانت سرعة الجسم الأول نفس الاتجاه وعكس الاتجاه، فعلى خط مستقيم، هذول الثلاث سرعات على خط مستقيم، فعندي معادلة واحدة. لو في بعدين بكون عندي معادلتين، واحدة اكس واحدة واي. إذا الزخم قبل الانفجار ام في بي، الآن زخم الجسم الأول كتلته ام على 2 وسرعته كي واحد بي. الجسم الثاني كتلته ام على 6 وسرعته قديش؟ ناقص كي 2 بي، ناقص كي 2 بي. حفظ الطاقة E، هاي E الطاقة التي حررت في الانفجار، اللي راح نحط مكانها ايش؟ 5.5 MV تربيع، لأنه المعطيات هاي تساوي 5 أضعاف الطاقة الحركية، زائد الطاقة الحركية للمقذوف قبل الانفجار 0.5 MV تربيع تساوي نص، الطاقة الحركية للجسم الأول هو نص في M على 2 الكتلة في السرعة كي 1 بي تربيع، زائد نص الجسم الثاني في M على 6 الكتلة في السرعة، طبعا في ناقص لكن تربيع بصير كي 2 بي كل تربيع. الجسم الثالث سرعة صفر، قلنا مباشرة على الانفجار، إذن زخمه صفر وطاقته صفر. الآن من المعادلة الأولى هاي اقسم على ام في ام في ام في، شو بضل عندك؟ واحد يساوي كي واحد على 2 ناقص كي 2 على 6، اضرب ب6 وخلي كي 2 على جهة لحالها، شو بصير عندك؟ كي 2 تساوي 3 كي 1 ناقص 6، كي 2 تساوي 3 كي 1 ناقص 6. فبنعوض الآن، الآن نيجي لهي معادلة حفظ الطاقة، محل إي بنحط قلنا 5.5 MV تربيع زائد 0.5 MV تربيع تساوي إم على 4 في تربيع في كي 1 تربيع زائد إم على 12 في تربيع، لكن مكان كي 2 تربيع شو بنحط؟ 3 كي ناقص 6 الكل تربيع. طبعا كل الحدود فيهم إم في تربيع، إم في تربيع تختصرهم. شو بضل عندك على اليسار؟ مثلا 5 على 2 زائد نص 6، 6 على 2 يعني 3. بضل عندك هون 3 تساوي، 3 تساوي كي 1 تربيع على 4 زائد، هاي بدك تفكها طبعا، هاي الفرق بين المربع عندك تفكها، بتطلع معادله بسيطه بتطلع بهذا الشكل، كي 1 تربيع، الواحد يعمل يتاكد منها شغله بسيطه، كي 1 تربيع ناقص 3 كي 1 تساوي صفر. لان هاي المعادله لها حلين، هاي معادله تربيع لها حلين، الحل الاول انه ك واحد تساوي صفر، لانه صفر ناقص صفر صفر مضبوط، لكن اذا ك واحد تساوي صفر ك اثنين شو تساوي؟ صفر ناقص ست تساوي سالب ست، لكن نفرض انه ك اثنين موجب، ك واحد صفر ك اثنين سالب ستة، وهذا مش مقبول لانه بالفرض ك اثنين موجب. اذا ناخذ الاحتمال الثاني انه ك واحد تساوي ثلاث، ك واحد تساوي ثلاث، الان ثلاث في ثلاث بتسعة ناقص 6 3، إذا كي 1 3 أيضا كي 2 تساوي 3، كي 2 تساوي 3. إذا السرعات شو تساوي؟ في 1 كانت كي 1 في بي، إذا 3 في بي، هي كانت كي 2 في بي، إذا ناقص 3 في بي، في 3 تساوي 0 اللي هي معطاة. إذا الجزء الأول تحرك
بثلاث أضعاف السرعة الأصلية بنفس الاتجاه، الجزء الثاني أيضا ثلاث أضعاف السرعة الأصلية اتجاه المعاكس. أكون خلصنا لمحاضرة اليوم، إن شاء الله تكون